ابدا. ففي الحقيقه كل ما يقال، كل ما يقال في الفيسبوك الى غير ذلك ما هو ماهوش صحيح، يعني ما هو صحيح، لان الان معاذ بوشارب الان باجتماع مع رؤساء التحالف، وهو المنسق الرسمي الى حد الان، وسيبقى منسق رسمي لانه معين من طرف رئيس الحزب. تنحيه معاذ بوشارب من على راس الجلسه. معاذ غير الورد، الاخ معاذ هو اللي طرأ في الجلسه الان. كان عنده لقاء مع الحزب التحالف رؤساء. يبدو لي الاخ عبد الكريم عباده هو دار بيان ووضح الموقف تاعو، يعني موقفه واضح، يعني لا يحتاج الى اي تعليق، انا ما عندناش تعليق. عباده يعني كان بذل مجهود كبير باش يكون في الهيئه، ولكن استقال اليوم، والله العظيم شيء مؤسف. ما هو السبب؟